مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في تغطياتنا المستمره واليوم العاشر من التغطيه الخاصه للنسخه 27 من بطوله العالم لكره اليد اللي بتستضيفها مصر على اربع ملاعب في الفتره من 13 وحتى 31 يناير الجالي. في حلقتنا مشاهدينا ومتابعينا هنستعرض اهم مباريات اليوم بالاضافه لابرز نتائج الامس في المونديال الاكبر في تاريخ كره اليد العالميه. في الامس الارجنتين فازت على اليابان ب 28-24، بولندا اكتسحت اوروغواي ب 30-16، المنتخب المجري هزم نظيره البرازيلي ب 29-23، والمنتخب البحريني قدم مباراه قويه امام كرواتيا لكنها انتهت بفوز الكروات ب 26-20. الدنمارك كمان اعلنت عن نفسها بقوه وهزمت قطر ب 32-23. واخيرا انتهت قمه مباراه الجوله بفوز الميتادور الاسباني على الماكينه الالمانيه ب 32-28. اليوم هننتظر مباريات هامه جدا، هتلعب سويسرا مع البرتغال الساعه 4:30 عصرا، مقدونيا الشماليه امام الاتحاد الروسي في نفس التوقيت. المنتخب المصري اختتم استعداداته لمباراته الهامه امام بيلاروسيا في ثاني مباريات الفراعنه بالدور الرئيسي اللي هتقام الساعه 7 مساء مع مباراه ايسلندا وفرنسا اللي هتنطلق ايضا في 7 مساء اليوم. هيختتم اليوم الساعه 9:30 بمباراتي سلوفينيا والسويد والجزائر اللي بنتمنى طبعا لها التوفيق وهتكون مباراتها امام النرويج. مشاهدينا الكرام، ده كانت اهم المعلومات عن مباراه امس ومباريات اليوم، مجموعه من التحليلات حول المباريات سواء لمباريات امس او اليوم بعد الفاصل، انتظرونا. اهلا بحضراتكم مره تانية وفقره التحليل لمباراه اليوم. طبعا هنبدا باكيد مباراه مصر اللي كلنا منتظرينها ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه الدوره الصعبه والاستثنائيه، لان احنا عارفين ان هذه الدوره 32 فريق بيلعبوا فيها، قبل كده كانوا 24 بس. اسمحوا لي ان ارحب بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد جمال فتحي الناقد الرياضي، اهلا بحضرتك معايا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني بطولة كبيرة جدا، ويعني الاول قبل ما نتكلم في فنيات قبل ما نتكلم في منتخب الوطني، طبعا انا حابب اشيد بكل المجهودات اللي تمت خلال البطوله انها تظهر بالشكل ده في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي، فيروس كورونا في العالم كله. مفيش دوله في العالم قدرت انها تاخد بطوله 32 منتخب. يعني النهارده مثلا في كلام كبير جدا وبيتردد ان اولمبياد طوكيو خلاص هتتلغي تماما، اللي المفترض تكون في اليابان. فده يعني اكبر مثال ان الحمد لله مصر قادره انها تنظم بطولات، وده ناتج عن الفتره اللي فاتت دي كلها اخر سنتين لا قدرنا ان احنا ننظم بطولات كبيره. يعني سواء في كره القدم نظمنا كاس افريقيا كبار صغيرين في 2019، وبعد كده نظمنا نهائي دوري ابطال افريقيا كان بين الاهلي والزمالك، فده كان برضه حاجه كبيره جدا. ثم بقى تتوالى طبعا النجاحات وان احنا ننظم بطوله. طب برضه قبل ما نتكلم في الفنيات ونتكلم في المباريات، انا سمعت مجموعه من تعليقات وخاصه المدير الفني للفريق الالماني، انتم متابعين ايه التعليقات اللي نزلت؟ يعني تعليقات مهمه جدا على البطوله دي، كلهم اشادوا بيها. الناس كلها مبسوطه جدا، الناس كلها بتزور الاهرامات، بتزور المعالم السياحيه، الناس فرحانه. في كمان نظام طبي عالي جدا، حتى لو حضرتك اكيد متابع كويس جدا للموضوع ده، مفيش حتى حالات كبيره جدا لفيروس كورونا في المنتخبات. الحمد لله المنتخبات كلها بتسير بشكل كويس، منتخبنا الوطن الحمد لله ما فيهوش اي اصابات، منتخب كويس، الناس كلها في التزام كبير جدا، عشان في نظام، في التزام عشان في نظام. الناس يعني متبعه نظام الفقاعه الطبيه، الناس كلها قاعده في احلى الفنادق، في افضل الفنادق، كل الخدمات موجوده، المنتخبات مغلقه عليهم. شفنا حتى منتخب المانيا كان في صوره جميله جدا في بدايه البطوله، كان وراهم الاهرامات وكانوا بيفطروا، فكان ده شكل عام لمصر الحمد لله. بس كان في اعتراضات من بعض اللاعبين من المانيا بالذات قبل اي بطوله. بيحصل تخوف ان ده 32 منتخب، طبعا هيحصل السيطره ازاي على النظام ده في ظل وجود فيروس كورونا معدي بشكل مؤثر جدا وبشكل كبير جدا، صحيح، وبشكل كمان منتشر بشكل قوي. يعني احنا شفنا حتى في جميع البطولات الاخرى
اخرى بيحصل اصابات كتيره زي منتخبنا الوطني للشباب مثلا لكره القدم لما راح تونس لبطوله وبطوله اللي هي المؤهله لكاس الامم حصل اصابات فيه كتير جدا. فده ده الناتج اكيد عن عدم التزام. فالمنتخبات الحمد لله ملتزمه بشكل كويس، قادرين نعدي اهو بشكل كويس جدا. منتخبنا كمان مكمل البطوله بشكل حلو ان هو صاعد وان هو ظاهر بشكل مميز واللعيبه ظاهره بشكل كويس، فده مدي للبطوله كمان طعم اخر. البطوله طبعا لو كانت بجمهور كان هيبقى الموضوع مختلف تماما، وكان منتخبنا الحمد لله يعني يقدر يوصل باكتر من كده كمان. وكان طيب احنا عارفين ان المنتخبات كلها كانت يمكن محبوسه برده السنه اللي فاتت والسنه دي، ومنتخبنا برده ما تدربش بشكل الكافي. خلينا نتكلم يعني النهارده خلينا نتكلم نبدا بمنتخبنا الوطني، وكلنا نتمنى له التوفيق. النهارده مباراه مهمه جدا امام روسيا البيضاء. طبعا احنا عارفين المباراه اللي فاتت كانت امام روسيا، والاثنين بلدين مختلفين، هم جيران وكلهم تبع الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن هم بلدين مختلفين عشان برضو الناس ما تختلطش عليهم. اداء المنتخب كان جيد جدا، يمكن السويد بس هي اللي قدرت تحجمنا شويه. شايف اداء المنتخب لغايه الوقت ازاي؟ زي ما بيقولوا كده قلشت مننا مباراه السويد، قلشت مننا. لكن منتخب لو اتكلمنا من البدايه خالص، البدايه قدام تشيلي كانت قويه جدا. المنتخب عبر عن نفسه وعبر ان هو صاحب الارض وعبر ان هو ان شاء الله قادر ان هو يوصل لابعد مدى في البطوله. في تدعيم قوي جدا من كل المتابعين لكره اليد، في دعم قوي جدا من سياده الوزير الموجود دايما في كل المباريات، وجود دعم اللعيبه، اللعيبه نفسها فيه كمان في روح كبيره جدا بين اللعيبه وبين كباتن الفرقه وبين طبعا الكبار في الفرقه، طبعا ابرزهم احمد الاحمر. لا في قوه في الاداء، في ظهور كان بشكل قدام تشيلي ثم قدام مقدونيا ثم كمان قدام السويد، ظهرنا بشكل كويس ما ظهرناش بشكل وحش ولا حاجه. لكن هو بس حته الشوط الثاني عندنا فيها ازمه شويه في المباريات، دايما بنخسرها. فالحته دي لو اتظبطت عند جارسه شويه الموضوع هيبقى كويس جدا في المنتخب. لكن مباراه روسيا الاخيره لا، دي كانت عنق زجاجه كبير جدا جدا جدا، والحمد لله ان احنا كسبنا. لان حتى بيلاروسيا تعادلت مع المنتخب السويدي، فده الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز بالمباراه دي. لان حضرتك زي ما انت عارف هيصعد اثنين، فاحنا في المجموعه الرابعه بتاعتنا فهيصعد اثنين. سلوفينيا هتلعب النهارده قدام السويد، انت النهارده قدام بيلاروسيا. لا مباراه كبيره جدا، مباراه محتاجه تركيز كبير جدا من اللعيبه، لان المباراه دي هتحسم لك بشكل كبير جدا جدا الصعود لدور الثمانيه. انا عايز تصعد لدور الثمانيه، انت خلاص ضمنت مركز في الثمانيه الكبار في مونديال اليد. صحيح. مونديال اليد، فاعتقد ده انجاز كبير. احنا مش بنطالب اللعيبه فوق حملها ولا بنقول خدوا البطوله، طبعا احنا بنتمنى البطوله، بنتمنى المنتخب يقول لانه هو قادر، لانه عنده العناصر اللي تقدر ده. لكن احنا برضه عايزين المنتخب يوصل لابعد مدى. انت وجودك بس في دور الثمانيه وان انت تلعب مؤكد دنمارك كرواتيا من وجهه نظر الشخصيه، لكن واحد من الاثنين، لان منتخبات قويه جدا. شفنا الدنمارك امبارح كسب قطر وكان ظاهر بطل العالم وعبر عن نفسه. كرواتيا كمان منتخب كويس جدا طبعا. جدا جدا انت قادر انك انت تصعد، قادر انك تصعد. اكسب النهارده بس بيلاروسيا ثم حقق نتيجه على سلوفينيا، وانت تقدر على الاثنين بشكل كبير جدا. النهارده مباراه كبيره جدا ومباراه محتاجه من اللعيبه التركيز الكبير جدا خلال اللقاء، ويستمروا بنفس الاداء القوي قبل ما نتكلم فنيات وكل حاجه. الشخصيه باينه في الملعب، شخصيه اللاعبين ظاهره جدا في الملعب. اللعيبه باينه انها لعيبه كبار، باينه عايزه تحقق حاجه. المنتخب الوطني بوجود كمان احمد الاحمر دليل على كده ان في كتير من الانديه الاوروبيه ابدت رغبتها في التعاقد مع عدد كبير من لاعبي الفراعنه. بس قبل ما اوصل لده، طمني على احمد الاحمر وحجم اصابته، وهل في تاني اصابات ممكن تحجم فريقنا الوطني؟ هو المنتخب الحمد لله كله كويس. احمد الاحمر كان اتعرض لكدمه في الاماميه خلال مباراه روسيا. طبعا حضرتك عارف كره اليد فيها قوه بدنيه كبيره جدا، يعني كمان احمد كمان بيلعب ناحيه اليمين، فبيخش للعمق وبيضرب يعني بيشوط بشكل قوي جدا. فاللعيبه كلها طبعا عارفه قيمته كويس جدا، وعارفه ان ده اخطر عناصر المنتخب الوطني بكل تاكيد. لعيب مميز جدا جدا جدا، وانا حابب اشيد بيه قبل ما اشيد بفنياته وقبل ما اشيد بروعته. هو يعني رجل رائع، يعني هو قادر ان هو يقود المنتخب، قادر ان هو يبقى عنده روح كبيره للمنتخب. شفناه حتى في المان اوف ذا ماتش، اللعيبه كلها فرحانه بيه، اللعيبه بتحتفي بيه، يعني اللعيبه كلها روحها كويسه معاه، لان هو قادر ان هو يبين ان هو قائد، يبين ان هو قادر فعلا بقى خلاص انه يبقى عنصر خبره كبير. احمد شفناه لما كان بدا كان لسه شاب، ثم لحد ما وصل ان هو دلوقتي بقى قائد وبقى قادر ان هو يسيطر على جميع اللاعبين وما فيش مشاكل بالمنتخب. كمان حابب اشيد بكريم هنداوي كمان اللي هو برده من كباتن الفريق، وقادر ان هو يساند الطيار حارس المرمى. ففي روح كويسه، احمد الحمد لله كويس. وامبارح الدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب اعلن ان هو يعني خلاص بنسبه كبيره كويس، وان هو ان شاء الله يكون جاهز. في تيست بس كده كان بسيط قبل المباراه عشان يتاكدوا من الاصابه، حتى لو ما بداش يعني كاساسي ممكن ينزل عادي جدا خلال اللقاء في النص بالظبط. طيب الروح والاداء اللي انت شايفه في اللعيبه كتير، زي ما قلت في البدايه، في وصلني ان في انديه كتيره بدات تتكلم مع اللعيبه وعايزين يتعاقدوا معهم. شايف ده بالنسبه لمنتخب زي منتخب مصر؟ بس على فكره احنا برضو عشان بنؤكد ان منتخب مصر كان طول عمره من المنتخبات القوية جدا في كرة اليد.
بالظبط. هو المنتخب كره اليد مميز، في محترفين طبعا موجودين. يعني المنتخب ككل لا، المنتخب عنده عناصر طبعا تتاهل تقدر بكل سهوله انها تحترف. لعيبه كلها لعيبه دوليه، لعيبه قدرت انها سواء بقى اللعيبه الشباب اللي هي خلصت مونديال اليد للشباب ثم انها دلوقتي بتوصل موجوده دلوقتي في المنتخب الاول بوجود كمان عناصر الخبره، لا كل اللعيبه طبعا لازم ان هي جالها عروض. منتخب بيقدم نفسه بشكل قوي جدا، منتخب شكله حلو، فلا طبعا هيجي عروض كبيره جدا للعيبه. اعتقد ان اللعيبه ما فيش فرق بين محترف وباللعيب محلي في المنتخب الوطني دلوقتي. لا انت حضرتك لما تيجي تبص على الفريق تحس ان الفريق كله محترف، تحس ان الفريق كله ظاهر بشكل كويس، وده دليل على استعداد فعلا الاتحاد كره اليد طبعا للبطوله، ان ده ظاهر بشكل كبير جدا. صحيح. ان كان في استعدادات قويه للبطوله حتى في ظل فيروس كورونا، في ظل ان انت اكيد اتعاندت في الولديات وانك ما كنتش عارف تحتفي مع ولديات، لو في الظروف الطبيعيه طبعا كنت هتعمل برنامج قوي جدا 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 عكس اي حاجه جميع المنتخبات سواء في كل اللعبات. لو كانت الموضوع في الشكل الطبيعي بتاعه لا كنا اكيد هنعمل العروض دي كلها. اعتقد ده مش هتضيع تركيز اللاعبين. هي دي النقطه المهمه، يعني دايما بتيجي العروض في اوقات ساعات كتيره بتكون تشتت شويه، بتشتت، وده الخوف. اعتقد في كباتن في الفريق بيلمه سواء احمد الاحمر، محمد ممدوح هاشم، موجود كريم هنداوي، موجود كمان باروند المدرب، لا مدرب كويس، مدرب حاسه شاب كمان قريب للعيبه بشكل كبير جدا. لا فانا اتوقع ان اللعيبه مش هتتشتت تركيزها على حاجه، لا اللعيبه هتكون مركزه بشكل كويس في البطوله، خاصه ان هم عارفين ان هم بيستنوا انجاز كبير، وهم عارفين ان مصر كلها هتحتفل بيهم. لو كان في الاول طبعا احنا عارفين ان في مصر كره القدم هي اللي بتاخد كل حاجه وفي المتابعه الاكبر، بس دلوقتي الناس كلها في الشارع عارفه كره اليد وعارفه اللعيبه وعارفه احمد الاحمر، عارفه محمد ممدوح، عارفه سند، عارفه كل اللعيبه. فده حاجه كويسه جدا، يعني في روح حلوه موجوده. الاحتراف ده اعتقد ان هم لابد ان هم ياجلوه تماما لما بعد البطوله. نعم. طيب خلينا نتكلم عن حراس المرمى. وفي كره اليد حارس المرمى تقريبا 50% من الفريق. اداء حراس المرمى شايفه ازاي لغايه الوقت؟ شفنا الطيار قدام روسيا كان رائع، حارس بصراحه ممتاز جدا جدا جدا. كريم هنداوي كمان في الوقت اللي شارك فيه خلال المباراه اللي فاتت كان رائع جدا. اعتقد ان هو بيقدم له الخبرات الكبيره قوي 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 كريم هنداوي خلال المباريات. الهنداوي بصراحه كنت شايفه بيشجعه بشكل قوي جدا خلال اللقاء، وده حاجه يعني حاجه تدل ان في روح كويسه بينهم. يعني المركز ده دايما بيبقى حساس في حته ان الحارس دايما بياخد لقطه شويه انه بيجي عليه كور كتير، كره اليد بيجي عليها كور كتير جدا جدا. لا احنا شايفين في جاهزيه، في لياقه بدنيه عاليه جدا. منتخبنا كمان عنده قوه بدنيه انا بشوفها رائعه، يعني حابب اتكلم في النقطه دي. قوه البدنيه المنتخب الوطني رائعه، المنتخب الحمد لله ما بيتعبش. ممكن شويه في الشوط الثاني في وقت مش في الشوط الثاني ديت هي حتى كل 45 55 دقيقه تقريبا بدات تلاحظ موضوع الشوط الثاني. بالظبط. احنا خسرنا كله، يعني خسرنا قدام مقدونيا في الشوط الثاني، وخسرنا قدام السويد، وخسرنا قدام روسيا. فاحنا دي عندنا مشكله. انت بتقدر ان انت تعوض الحمد لله في الشوط الاولاني، بتقدر تفرق في الشوط الاولاني، بس ده مش في كل مره، مش في كل مره. مش عاوزين دايما نبقى احنا بنخسر الشوط الثاني بس بنكسب الشوط الاولاني. هل انت شايف ان موضوع الشوط الثاني ده مش عايزين نقول تقصير او عيب، او ممكن تكون احد المشاكل اللي شايفينها في اداره باروندو؟ هو اعتقد دي السلبيه الوحيده اللي موجوده، ان هو محتاج على قد ما يقدر ان هو يعدل في دي. ما يجي يقف مع اللعيبه في خلال اللقاء لابد ان هو يعدل، ان هو على الاقل يوقفهم شويه. اللعيبه انا بحس ان هي الروح مندفعه شويه في حته ان انا عايز اطلع اجيب جون، عايز اطلع اجيب جون، عايز ازود، عايز ازود العدد. وده بنشوفه حتى في الهجمات المرتده لينا. احنا في الهجمات المرتده كويسين جدا، يعني في ظل الهجمه علينا بنقطع ونروح بسرعه جدا. وفي سند ظهر بشكل كويس بصراحه في اللعبه دي، محمد ممدوح ظهر بشكل كويس في اللعبه دي، موجود عندنا لعيبه كتير بتظهر بالشكل ده. لكن احنا مش طول الوقت، انا يعني اعتقد ان كان في اوقات كتير في مباراه السويد وفي مباراه روسيا محتاجين نهدى شويه، محتاجين نباصي الكره شويه، محتاجين نهدى شويه، نهدى الريتم شويه. عشان انت كده كده فارق، انت مش هم المتوترين، هم اللي محتاجين ان هم يزيدوا. بس فبنرتكب شويه اخطاء برضو على المنطقه، يعني على قدام المرمى. فده بيسبب الاداء الدفاعي والهجومي والتوزيعة اللعيبه. طبعا كره اليد معروفه بده، مختلفه يمكن شويه عن كره القدم شويه كتير، لان كل الفريق بيطلع يدافع او يطلع يهاجم، بيفتحوا لبعض. الكرات البعيده دي برضو من احد الحاجات اللي لازم النقط اللي ناخد بالنا في الفرق. الكرات البعيده دي بتفرق في عدد النقاط وفي نفس في قوه اللعيبه. احنا عملناها في بدايه البطوله بشكل كويس جدا، كنا بنعملها بشكل كويس جدا، وكنا فاتحين كمان الجناحات بشكل كويس جدا. أيوة. وكنا يعني فارقين فيها، وكان بيحصل ضغط. ولما احمد الاحمر كمان كان موجود في مباراه روسيا كان فاتح لوحده جبهه تماما، وكان علي زين كمان موجود في الجبهه الثانيه، فكان في شغل كويس قوي قوي قادرين نعمله. لكن في الشوط الثاني في حته العوده الدفاعيه اعتقد البدني بيقل شويه، فده احنا محتاجين نزوده. لان احنا بص اكيد خلال الفتره اللي جايه كل المنتخبات بدنيا هتقل، لان المباراه كل يومين وقوه بدنيه وكدمات واصابات، اللعيب بيخرج من المباراه
ميت خلصان. خلصان يعني أيه. الاصابات قويه جدا، كدمات قويه جدا جدا جدا. احنا شفنا في مباراه روسيا كان الضرب قوي قوي يعني ضد كمان احمد الاحمر وضد عدد كبير من اللعيبه، لكن في ضرب وفي قوه بدنيه شفنا حتى، واللعيبه بتبقى مستعده لده لان هي دي كره اليد بالظبط. شفنا حتى لعيب في الكونغو الديمقراطيه اللي هو ظهر عليه جميع الاشادات الكبيره جدا بسبب ان هو طوله ووزنه، الراجل قادر انه يلعب بقوه بدنيه قويه جدا، الراجل بيشوط اربع كرات بيجيبهم كلهم في المرمى، قوه بدنيه عاليه قوي 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 خلال البطوله. بس احنا الحمد لله يعني عندنا المنتخب اللي يقدر ينفذ ده. طيب خلينا ننقل على المباراة النهاردة. احنا عندنا جزائر مع النرويج، ونتمنى طبعا الجزائر التوفيق، بس النرويج قاتلة. سويسرا امام البرتغال، توقعاتك في المباراتين دول؟ طبعا انا بتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الجزائري ان شاء الله، لكن طبعا بلغه الحسابات وباللغه اللي احنا بنتفرج عليها اظن البرتغال والنرويج طبعا اقرب للفوز النهارده على سويسرا وعلى الجزائر. المنتخبات كلها كويسه، شفنا البرتغال كان الفتره اللي فاتت كانت ظاهره بشكل كويس بتفوز بكل الماتشات، منتخب الدنمارك ظهر بشكل كويس، ودول ابرز منتخبين من وجهه نظر ظاهرين خلال الفتره اللي فاتت مع المنتخب الكرواتي، وان شاء الله المنتخب المصري، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف المنتخب المصري في دور الثمانيه بيواجه الكبار دول. طيب مباراة امبارح طبعا البحرين خسرت امام كرواتيا، وكانت مباراة قوية، وبس للأسف البحرين كانت كده كده يعني مش قادرة تصد. الكبرات الكبيرة عند منتخب الكرواتي، ومنتخب الكرواتي يعني مرشح دايما للقب مع المنتخب الدنماركي، فأعتقد ان الخبرات اكيد اهلت المنتخب الكرواتي خلال اللقاء ان هو يفوز على البحرين. كمان امبارح منتخب قطر لما خسر برضو الخبرات قدام الدنمارك اعتقد كانت صعبة جدا جدا بالنسبة للدنمارك والكرواتي، الخبرات عالية قوي. فعشان كده انا بتمنى لو احنا صعدنا ان شاء الله لدور الثمانية واجهنا احد المنتخبين نكون مركزين بشكل كويس جدا، ونكون اتفرجنا بشكل كويس قوي على جميع مباراتهم عشان نقدر نحللها بشكل كويس، ونقدر ان شاء الله نعدل دور النصف النهائي، وساعتها مش عايزين اي حاجة من المنتخب غير التوفيق وكل حاجة، نتمنى لهم ذلك. اخيرا كان في مباراة قاتلة، الميتادور الاسباني وامام الماكينات، شفت المباراة دي ازاي؟ لا مباراة قوية جدا، مباراة قوية جدا، منتخب قاتلة يعني احنا شفنا تقطيع بصراحة، المنتخبين اقوياء جدا، المنتخبين في التنقل بالكرة يعني بشكل قوي جدا، المنتخبين سرعة جدا جدا جدا، الهجمات المرتدة سريعة قوي، يعني جول هنا جول هنا جول هنا. انت نفسك كمشاهد حابب المباراة، حابب المباراة، هو ده طبع المانيا واسبانيا في جميع اللعبات، يعني جميع اللعبات المنتخبين الماكينات الالمانية والمتدور، هم طول عمرهم سواء في كرة القدم في كرة اليد في اي كرة هم لعب سريع قوي جدا، لعب وهم لعب منافس، هم ناس عايزه تنزل تاخد البطوله في اي بلد، هم ناس منافسين. فعشان كده انا يعني ده اللي شفته حتى في المنتخب المصري، لما بقول لك هو في سرعه عندنا برده، في سرعه عندنا وفي سرعه في الاداء، بس ناقص لنا الشوط الثاني. المنتخب الاسباني والالماني اللي بيميزوا عننا غير ان هم في الشوطين تحس روحهم طويله، روحهم موجوده مستمرين خلال اللقاء. تمام نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المصري النهارده. لو ليك اي تعليق سريعا كده، شايف المباراه هتكون حماسيه؟ طبعا للاسف كنا بنتمنى ان يكون في جمهور، بس طبعا الاجراءات الاحترازيه هي اللي منعتنا. لا اللقاء طبعا النهارده هيكون حماسي بشكل كبير، لان المنتخب الوطني عارف ان هو لابد ان هو يكسب عشان يقدر يصعد، لان المنتخب كسبت روسيا وان انت خسران بالسويد، فانت محتاج النهارده انك تكسب بيلاروسيا. اعتقد ان النهارده العناصر اللي هتبقى موجوده لابد انها تكون عارفه ده. انا متهيألي ان النهارده هيكون جارسيا عنده الخبرات اهم، يعني اعتقد ان طبيعي جدا هيبقى محمد ممدوح موجود، اعتقد ان احمد الاحمر هيكون موجود في خلال اللقاء، كل دور كبير جدا او ما بداش حتى كاساسي كانه يحافظ عليه مثلا للمباراه اللي بعد كده، لكن اعتقد ان وجود اللاعبين ووجودهم وفهمهم كويس قوي ان هو المباراه دي حاسمه ومباراه فاصله في المشوار بتاع البطوله ده، ان انت تقدر تصعد لدور الثمانيه. والله اصعد لدور الثمانيه بعد كده رتب براحتك، تاخد ثامن تاخد سابع سادس خامس رابع اي حاجه، لكن اللي انت تخسر تدخل في الثمانيه الاول تدخل في الثمانيه الاول للمونديال اللي بعد، اعتقد ان انت كده بتقرب لانجاز كبير جدا ليك، لان انت ساعتها الطموح كمان هيعلى عندك لاعبين، الطموح هيزيد ان انت عايز تصعد للنصف النهائي، خاصه البطوله في ارضك والبطوله في بلدك، وشايف دعم كبير جدا من جميع الجمهور وجميع الناس كلها. فاعتقد ان النهارده محتاجين بس ان احنا نركز في الشوط الثاني بشكل كويس جدا، محتاجين ان احنا نركز في الرميات اللي بتيجي علينا بشكل سريع قوي في الشوط الثاني، فاحنا بيبقى البدنيا قلينا شويه. محتاجين في الشوط الاولاني لو عندنا الفرصه ان احنا نحسب بشكل اكبر في الاهداف لازم نسجل ولازم نزود، ما نحاولش دايما ان احنا يعني نوصل الجون فبنباص كتير شويه، لا نحط في الجون. شفنا التسديدات بتبقى بالنسبه لنا مؤثره، شفنا احمد الاحمر في مباراه روسيا يسدد اكتر من كوره كلها في المرمى، التسديد بيبقى نقطه قوه بالنسبه لنا كبيره جدا. احنا شفنا في المباراه اللي فاتت كمان في الشوط الثاني كان المنتخب الروسي بيسدد من بره بشكل كبير جدا، وكان لولا ان احنا عندنا الطيار، والطيار كان ظاهر بشكل كويس وكان في الفورمه العاليه وقادر ان هو يصد وقادر يصد بشكل كويس، فاحنا الحمد لله قدرنا نصعد. لكن احنا لو النهارده ثم مباراه سلوفينيا حققنا ان شاء الله فوز ثم تعادل او فوزين على التوالي عشان نحسم بشكل كبير جدا هنقدر نصعد، لان انا اعتقد ان روسيا النهارده مش هتسيب مقدونيا، روسيا النهارده هتكسب، فانت روسيا كده هتكسب اول مباراه، فانت لو خسرت النهارده كانك ما عملتش حاجه قدام روسيا،
لان كده روسيا هتتعادل معاك. لكن الناحيه الثانيه برضو اعتقد ان المنتخب السلوفيني مش هيكسب السويد. اعتقد ان السويد هتكسب، خاصه اتعادلت قدام بيلاروسيا المباراه اللي فاتت. فالنهارده فرصتنا نقطه فاصله، انت بتكسب مالكش دعوه بالنتائج اللي حواليك، انت راجل بتكسب، انت كسبت روسيا ثم تكسب بيلاروسيا ان شاء الله تستعد لسلوفينيا. والله نتائج النهارده يعني حطيتك في موقف ان انت ممكن تتعادل قدام سلوفينيا تصعد بشكل مستريح، يبقى نلعب مستريح تكسب كمان عشان لازم ما تيجي تواجه تواجه ما تواجهش اول المجموعه الثانيه، واجه المجموعه واجه الثاني. يعني ممكن الدنمارك تحسم الاول في كرواتيا الثاني، واجه الكرواتيا ما تواجهش الدنمارك، ما تخبطش بطل العالم في دور الثمانيه. فده دي فرصتك انت، وخاصه ان هي كانت باختياراتنا طبعا المجموعه. يعني اعتقد ان بيروندو من المفترض انه يكون عارف هو رايح فين المفروض. انا بشكرك استاذ محمد جمال فتحي النقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، وطبعا تمنياتنا لمنتخبنا الوطني. شكرا جزيلا. شكرا جدا يا فندم. شكرا جزيلا. شاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. طبعا دعواتكم النهارده مع منتخبنا الوطني، ونتمنى له الفوز زي ما قال ضيفي، فكره ان احنا لازم نكسب هذه المباراه وان شاء الله مباراه سلوفينيا. تمنياتكم ودعواتكم لمنتخبنا الوطني، ودائما نحن معكم. وبشكركم على المتابعه والى اللقاء.